الست هانم العروسة حامل في ولد ولا بنت؟ أنا مش فاهم تقصدي إيه؟ لا يا سامي فاهم كويس أوي أقصد إيه وعايز أقول إيه؟ ولد. أهو كده يا سامي. على فكرة أنا كنت بتكلم مع نوران في موضوع يخصك. يخصني أنا؟ أيوة، قالت لي إن أنت محتاج فلوس عشان تبدأ بيه البيزنس بتاعك وتعمل شركتك. لا لا لا، سيبت منها يا هانم. وليه سيبني منها؟ حقك، هو عيب. أنت شاطر وذكي ومن حقك يبقى عندك شركتك. أنا مش عارف أشكرك إزاي ومش عارف أقول لحضرتك إيه. مش عايزك تقول، عايزك تعمل. أنا داخل بنفر في أي حاجة. مش عايزة البنت دي تولد. يعني إيه؟ يعني الولد ده لو جه هيهد كل اللي أنا بنيته، وأنت عارف كويس إن كمال عمل فلوسه وشغله بإسمي وسمعة عيلتي وفلوسي. آه طبعًا يعني. يرضيك إن بنت زي دي من الشارع تيجي تاخد كل اللي أنا تعبت فيه؟ لا طبعًا، دي تاخد بالجزمة. سامي، أنت صديق مخلص بجد. حضرتك تأمري وأنا هنفذ على طول.